هلا اول شيء نعمل كومبوزيشن جديد بس كذا هون كومبوزيشن او انه نحن عم نشتغل على نصوص انه مو هي بالذات اذا حضرتك عملت كومبوزيشن جديده ابن سعيد هذا ما في شيء سوينا 30 فريم خلينا الدقه اتش دي الوقت قد ما بدنا يعني 30 ثانيه بتلف خلصنا اوكي هلا بدنا نجيب لاير اذا بدنا ننقي الالوان هاي فينا نحن نساوي نفس اللون نجيب الفيديو من هون هذا الفيديو لكم حمود خضر ننزل بالبرنامج ننزل الفيديو لتحت هلا اول شيء رح ناخذ لاير نفس هذا اللون نكبس لاير نيو صليب هلا بناخذ هذا البوست وبناخذ نفس اللون الموجود هون هلا هون بنلاحظ في شوية بياض يعني كأنه عاملين لاير ابيض وقاصينه اي تمام بس اصغر مسوينه كمان لاير نيو صليب هلا مختار رمادي يعني هي ابيض مايل للرمادي هلا راح نقص بس شقفه صغيره هي يعني هيك تقريبا قصينا ماسك صغير هون قصينا الطبقه البيضاء وبنكبس على الاف في دار وبنعلي وفينا هلا نكبر اللاير هذا الماسك الابيض اخر بس موجود فوق الفيديو اي او تشيل العين من الفيديو تمام ايه هلا ما عم نعمل هيك شوف شلون صار في شوي لون ابيض عملنا ماسك شوي لمعة بالنور بين الحلقات مجموعة من الأرقام بالعين بس شوي احنا اخذنا هيك السنة لأربعين لا نكبس كنترول زد من ماسك الدليل هلا بعد ما قصينا بنكبس في دار نكبس ايه في دار من علي في دار وفينا نكبر فينا نكبر اللاير نكبس اس سكيل ونكبر هلا بنروح على الفايل سكريبت عربي تكست وبنكتب النص اللي بدنا اياه مثلا هلا بس غيرت الاماكن بس حطيت الاولى بنفس ال يعني حطينا احنا اوكي بعدين الاولى ايه هلا فصلنا انه مشان تجي هي لحال وهي لحال هلا بنغير الالوان ايه هلا هون القائمه كاركتر بنغير لون النصوص مثل ما بدنا نشوف شلون هلا هذا اللون مناسب
واضح على فكره. حتى نخلي النص يكون واضح اكثر من هيك رح نخلي اللون مايل لرمادي اكثر شوي، بس محطوط ابيض كثير رح نخليه بس درجه اكثر شوي مايل للرمادي. وهلا كمان رح نضيف ظل للنص مشان يبين اكثر. اسمه شادو، بنروح على القائمه هي الايفكت نكتب شادو، نكتب شادو وبنلاقي هدول. بناخذ هي الشادوز مثلا، ناخذ هي دروب شادو، اخذنا هي الدروب شادو ونشوف كيف النص هيك صار مثل ما هن عاملين فيه. هون هذا الشادو عليه مثل ما قلنا، من بنسحب التأثير اللي بدنا اياه. فينك تساوي واحد انت؟ لا تمام. مش هذا هلا، بس مو هذا شادو هايلايت، هذا اللي تحت هذا بعد القلب صح الوان. في وفينا كمان هون دروب شادو او راديال شادو، نسحبه على هون لتحت تمام، نشوف شلون صار اوضح كثير. هلا نكبس سكيل ونكبر لحتى حطوا نحن فوق الكلمة، ما؟ فوق الكلمة أو من هون أو من هون. هذه الأولى شو اسمها؟ طلع ما ضاعت هنا. أنت شادو، ناخذ دروب شادو. دروب. هلا لو نسحبه بس لهون؟ لهون أو لهون نفس الشيء. تمام، هلا هي ظبطت. هلا اول شيء رح نعمل لهم بوزيشن، نحركهم مثل هدول النصوص. شو رايك اول شيء نعمل بالالوان؟ ما في الوان يعني شلون؟ لون يعني كلمه اكثر من لون يعني. رح نعملها هيك، بس اول شيء بنحركها وبعدين بنعمل الوان. طيب احنا فينا نجيب مثلا صور بي ان جي من على النت. بسمع شوي. رح نرسم مثل شعار الافتر افكت نحن ونحركه. هلا بنروح على نيو خليط، نختار نفس اللون تبعت الافتر افكت، نهدي الغامق هذا هو، نكبس اوكي. هلا كمان بنجيب لاير ثاني، ثواني بنجيب لاير ثاني نيو صغير، ناخذ اللون الزهري هذا او نهري الفاتح موجود هون مشان بالاخير نقصهم. هلا هذول صار عندنا لايرين نفس الالوان المختلفه مثل ما شايفين تمام. هلا لا بس انه هلا هيك كان نطلع مع الشغل. وفينا كمان نجيب الشعار جاهز من افتر افكتس من جوجل. هلا احذف هذا الفاتح؟ ايه بس لا بس هلا رح ناخذ ماسك نفس شكل الافتر افكت، مربع منقص تمام، ونصغر شوي اكثر. قصينا بهي الاداه الماسك، مو انك قصيت بس القصد انه وين حطيت ترتيبه؟ ما بيأثر هلا، ما بفرق ترتيب هلا يعني انت مش كان فاتح واصغر؟ الغامق هلا بنقص
وبالاخير بنرتبهم. لا رحنا على قائمة layer new solid. تمام. يعني فهمت منك انه بدايه. ايه بس لسه بدنا ننزل لتحت بعد شوي. ايه ايه فهمت عليك بس انه لسه ما رتبنا هون. ايه انه هي موجوده هون. الظاهره ايه. انه وراها النتائج. ايه او ممكن نخليها هون بس نغير مكانها، ممكن نخليها هون نصغرها. هلا اخذنا ماس، اخذنا ماس من هذا الليار. هلا نحن اخذنا عم نعمل ماشي؟ نعمل ماشي بياخذ شيب بدك تشعل الليار. هلا اخذنا مربع من هذا. نحن اذا بدنا نرجع نقص هذا الزهري فينا ناخذ نفس الماسك، نكبس على كبسه ماسك تبعت النهدي ننسخها كنترول سي. تمام مشان ما نطول نقعد نقص على الليبرا ما رح يطلع معنا بشكل دقيق ابدا. ايه تمام بس العين مشان يرجع يطلع يبين بنكبس كنترول بي. كبسه ماسك تبعت اللاير النهدي الغامق الاول شيء اصلا بس على الماسك نكبس كنترول سي. بعدين نروح على الماسك الثاني اللي هو نوع افتح نكبس كنترول بي. عم نسخنه هلا نحن بدنا نحط اللايرين فوق بعض نرتبهم. رح نرتب اللايرين فوق بعض. تمام هلا حطينا اللايرين فوق بعض. الفاتح لا الفاتح هذا حطيناه فوق فوق الغامق. شو بدنا نساوي نحن؟ بدنا ناخذ مثل شكل افتر افكت. بدنا ناخذ حرف يعني ستروك ستروك حواف يعني للشكل. فينا نعمل هيك او فينا من الشيب لاير نساوي يعني الحركه. تمام رح ناخذ طريقتين مشان الطريقه تكون ياها بشغل عليها. ماشي بعد هلا نحن حطينا اللايرين فوق بعض. لحتى نفرغه هلا بنروح بنجيب اداه الماسك. اداه الماسك هي مربعه نفسها او فينا نستخدم بين تول بشكل اسهل. ناخذ بين تول نكبس على الماسك نفسه الفاتح الفاتح. احنا بدنا نقص من هون ماسك ثاني عشان ناخذ بس هي الشقفه. ايوه هذا حكينا رح ناخذ اطار. هلا رح ناخذ الشيب لاير سترو. هلا ما بس مو بشكل دقيق سوا. اي بس هلا بتكسي على السهم وبنكبس بالنص وبنحرك من العصايه الخضراء. لا من تحت من النص يعني. اي من هون بس شفت بنحرك على اليسار. ما على يسار ما بيأثر بس شوي على يسار. طيب تمام هيك بعد ما عملنا هذا الماسك الثاني نحن مثل ما قلنا بدنا ناخذ بس اطار. شو رح نعمل له؟ بناخذ سبتراكت بنشوف صار مثل افتر افكت شكله. سبتراكت لو عند اي ماسك؟ الماسك الثاني كلمة ماسك هي مكتوب جنب اد بس على قائمة اد وبنختار سبتراكت. صار عندنا هلا حواف. هلا انت اخترت الماسك النهدي لازم الزهري نكبس ام بنلاقي طلع عندنا ماسكين. الماسك الثاني سبتراكت الثاني لازم نعمل مو الاول. الماسك الثاني نحول من هذا سبتراكت
هلا نحن فينا نربط الاثنين ببعض، نربط الزهري بالنهدي مشان كيف ما تحرك النهدي يتحرك مع الزهري، نشوف كيف تحرك سوا. من هاي الاداه بارين شكلها لولبي، ناخذ هاي الزهريه بدنا نربطها مع النهديه الغامقه، نكبس عليها نضل سحبه نفرد سحبه على النهديه. صارت هلا اذا كبرت تكبرت معها، تحركت تتحرك معها، تمام. هلا كمان بدنا نضيف حرفين، بدنا نضيف حرفين الـ A والـ E. من هي الـ T نعمل هيك بس A تمام. هلا بعطيكي دي الإيرانية هون دام هيك إذا ما بتعرفي هون ولا ممكن ها بدك تضيفي بينك هذا كمان بدك تضيفي بينك هذا متفكر إنه ما تقدر تشغل لا بس من عندها كمان كان مية حجمه كبرناه سويناه مثل فعل ما بنسنا. واللون من قائمة كاركتر، من قائمة كاركتر بنكبس عليها بنغير اللون من هون، بنكبس على الدبوس هذا ناخذ نفس لون الإطار. هلا في شغله نحن بدنا نساوي شوي رفيع يعني شايف انه كيف على الكتابه؟ الكتابه بنروح على قائمه كاركتر سوا شوي من غير الخط حسب ما بدنا. ما بحب هذا بس هلا نرجع له بعدين يعني هلا خلينا طيب ما بس هلا نحن رح نخلي كل حرف لحال كيف بنعملها دوبليكيت لهي الكتابه مره نحذف الاي ومره نحذف الاي بدناها نكون كل حرف لحال تمام طيب. عملت دوبليكيت للنص كررته مشان اخذ مره الاي ومره الاي رح نشوف مره ثانيه دوبليكيت عملت ولا مره مرة واحدة بس. سامع شهين. منكبس عليها، منكبس كنترول دي كرر. فينا هلا نحذف الـ E مرة ونحذف الـ A مرة ثانية. تمام؟ رح هلا ناخذ هاي ونحذف الـ E. طيب ايه هلا فينا نجيبها نحن جاهزه وفينا نحن نساويها من الصفر لانه نحن الافضل انه نتعلم كيف نساويها من الصفر. ايه طيب فينا نعمل خدعه، فينا نعمل خدعه هلا مثلا بنعملها دوبليكيت مره ثانيه بدل ما نحذف شو بنساوي؟ بناخذ حرف الاي مثلا ونغير لونه مثل ما موجود الخلفيه ما عاد بيان ومنخلي الاطار تبعيته نفس اللون مشان ما يعد بين اختفى. هو موجود غيرنا لونه مثل الخلفيه مشان ما يعد بين مشان ما نتعذب ونحذف. بنرجع بنعمل هيك و هذول كذا يعني مشان هيك بدكم تشوفوا كمان ناخذ الحرف الاول بنغير لونه مثل ما موجود بالخلفيه يعني فينا اي واحد يخترع طرق مثل ما بده ممكن تشتري بعشر طرق ثانيه يعني او انه تفكير يعني الواحد بفكر شو بده يعمل كذا عادي لانه كنا مختارين هلا ما حدا بده يشوف يعني محتار محدود عشان العمر وكمان فينا طيب خلينا نحذف هون طيب نرجع نعمل حرف الاي لحال
مره حذفنا حرف الاي، هلا هون تحت. طب لا خلينا نشتغل مره ثانيه انه نرجع نسويها من اول جديده. ما راح حطينا اي لحال هيك يعني قتلت وخلاص قلت الشيء. هاي هي هلا هلا والحجم نختار الحجم مثل ما عندنا بالضبط. هلا كمان بعد ما حطيناهم بعد ما كتبناهم بنكبر الحجم او ندوب الحجم تمام. هلا كمان رح نربط هدول الحرفين، رح نربط الحرفين مع اللون النهدي الغامق مشان كمان يتحركوا معه كيف ما تحرك. تحرك اللون النهدي وشوف شلون كلياتهم عم يتحركوا معه كأنه لاير واحد. خلينا نحطه هون. هلا مشان الحواف مثل ما قلنا من شوي بدل ما نعمل ماسكين وسبرات نحن نعمل شغله ثانيه. بنكبس هون على شي منطقة يعني. كيف أخذتها؟ هلا أنا أضغط على النهدي و هلا ربطناهم كلياتهم بالنهدي. تمام. هلا الأول يرجع ربطهم كلهم بالنهدي؟ إيه تمام. اسحب هيك تمام. واللي كمان طيب هلا أنا ضغط على هلا بحرك النهدي إيه اليوم بتحرك الكل. تمام. بالضبط يربطهم بس الشغلة بيربطهم بشغلة رئيسية هي جسم لما نشتغل بشخصيات كرتونية هذا هو الأساس نربط الجسم يعني كله. تمام. كمان في عنا طريقة ثانية لنختار الحواف نكبس هون على الفراغ رح نختار أداة الماسك هاي نختار أداة الماسك لازم ما نكون مختارين شيء تقدر نختارها نعمل هيك بنلاحظ هاد الشيب لاير مثل ما قلنا أحيانا نكبس الغلط بيطلع لنا صح بدل ما يطلع لنا الماسك بنكون مو مختارين شيء. هلا من هون الفيل يعني التعبئه ومن هون ستروك ستروك يعني حوار. هلا انت اخترتي النهدي انه كنترول زد اضغط عليه نكبس حي الله مكان فاضي هون مثلا وبعدين نعمل ماسك بيطلع لنا شيب لاير تمام. هلا بنروح على هون يعني على السهم محل ما عملنا ماسك بنلاقي موجود كلمه فيل رح ارجع اعملها نكبس على السهم بيطلع لنا هاي ريستانجل بنكبس عليها بيطلع لنا هدول. نحن نختار انه الوسط من جوا يكون شفاف هي اسم الفيل التعبئه نكبس سهم ومساويه صفر لاحظ راح من جوا اللون صح هي الفيل هي التعبئه. انا عندي اياها نورمال موجود لا تحت ما عندي عيدها شو هذا هلا هلا هون نحن بدنا نعمل مثل هذا الحرف اللي عملناه هون بدنا نعمل حرف هيك يكون ما في له لون بس اطار نعمل بس اطار بنقوم نكبس حي الله مكان فاضي نكبس هون شي مكان فاضي نكبس الماسك نعمل هيك ماسك. هلا انا هو ملون من جوا انا ما بدي يكون ملون بدي يكون فاضي نروح على الريستنجل هي اللي تشكلت هي تبعت الماسك يعني نكبس على السهم هون طيقة قوائم بختار الفيل يعني التعبئة. ايوه هي الفيل انا بساويها صفر. بس يعني كأنه راح من جوا مع الفيل. ايوه هلا شو ضل؟ ضل عندنا اطار. لا انا ما في ارقام هلا هي فيل. لك الاوباسيتي صفر. ايه هون صفر. الاوباسيتي صفر. هلا بنخلي هلا بنروح على قائمة ستروك، ستروك يعني الحواف، اطار. بنكبس على السهم وبكبر الستروك شلون تكبر ملاحظين هذا اطار بيكبر بيصغر مثل ما احنا بدنا. رح اخذ نفس اللون هذا النهدي الفاتح هون بختار اللون كمان في دبوس جنبه او بس من هون بختار كل لون يعني نفس الطريقه. بعد ما عملناها هيك فينا نحن نصغر ما عملنا هذا الشيب لاير نكبس على الاس سكيل ونصغر على كيفنا. نزلهم تقريبا نفسهم يعني كل ادوات نفس الشغل.
هو مثل ما قلت لك ممكن شوي يعني مو مبتدئ يفتح شو كل هذه هي معلومات كم معلومات كم عن جد يعني كثير انه بس هون وارد وارد اكيد بالنسبه لي هلا هي صارت ملاحظين نفسها ولك انه تغير شيء صغرناها هي الشبليات كانت هون هيك حجمها وصغرناها وزحيناها لهون حسب ما صارت مناسبه وفينا نعمل لها هيك من هون ومن هون نضرب طول العرض نفس الشيء تمام لا هلا بس بالنص بنحركها هي بس هلا خلينا على هذيك يعني مشان ما نضيع وقت كثير على ديلا هلا رح نبلش تحريك هلا بنخلي كلمة هي نتائج تجي من على اليمين وكلمة الأولى تجي من على اليسار هلا لسه ما ضغطت بدي أعمل بوزيشن البي بحرك بكبس على الساعة وبحرك ما عم نعمل سالفة هلا بنكبس على البوزيشن بنروح على كلمة نتائج بنكبس على البي بوزيشن هلا يا رات كثير بتخربط يعني لا لأنه بصير أنت كمبتدئ بضيع الواحد بضيع الواحد وأنا بنعرف قبل ما بمشي لحالك هلا هلا نكبس على الساعة تشكل عنا كي فريم كي فريم بنزحه مثل ما قلنا مشان ما نرجع نعمل مرتين ونحرك هلا كبسنا على البي البوزيشن كبسنا على الساعة وحركنا هلا رح نتم كي فريم شوف كيف صارت لاحظ بطيئة راح أقدم كي فريم كمان كمان يعني بطيئة بسرعة أكثر بكبر مشان تصير إذا بتحكم فيها أكثر بس قدمت كي فريم لورا صارت أسرع هلا ملاحظ هيك صارت سريعة هلا بعد ما وصلت لهون راح تخلينا نعمل مثل ارتجاج احنا دقيت بحياة نروح على قدام فريمين ثلاثة أربعة فريمين حسب السرعة اللي بدك اياها ايه حسب السرعة ما لازم يكون في كثير فريمات يعني بس بعد فريمين لا انتظر هلا كيف ليش عم تطلع الفريمات طيب نروح لبعد ثلاثة فريمات أو أربعة فريمات هلا مشان نقدر نتحكم أكثر ناخذ العصاية اللي عند كي فريم ونكبر وهلا بعد فريمات نحرك شوي على اليسار بالسهم ثلاث مرات بنشوف كيف هلا هيك هلا راحت على اليمين وبعدين كمان بعد ما بعد فريم واحد ماشي بعد فريم واحد ثلاث فريم ثلاث فريمات لا انا سامي اول مرحله ثلاث فريمات تمام هلا هون بس بزح على اليسار شوي بالسهم 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 ثلاث مرات على اليسار تمام يعني من بس ثلاث مرات يعني بحس انه يكون مثل كانه رجع خفيفه هلا كمان بنقدم ثلاث فريمات ثانيه بيكونوا قد بعض مثلا الفريمات اللي بعد بيناتهم بتكون حركه متناسقه بعدنا ثلاث فريمات كمان وبنرجع بناخذ بالسهم ثلاث مرات بالحركة هلا بنرجع كمان ثلاث فريمات
ما في طريقه لورا. خلاص يعني انتوا اذا هلا هاي الكلمة الأولى، رح ناخذ هلا الكلمة الثانية، هلا رح نعمل تحريك للكلمة الثانية واللي هي الأولى. خليها تيجي من تحت من محل ما خلصت الأولى، نكبس بي بوزيشن. هلا هون الكلمة هاي محل ما خلصت اللي قبلها رح اعمل لها بي بوزيشن. شكل عندي كي فريم، مزحها شوي فريم، بنزل لتحت خلينا هيا بس بوزيشن كبس على الساعة، حركت الكي فريم لقدام ونزلت الكلمة لتحت، صار عندي كي فريمين. شوف كيف هلا بدي خليها الكلمة تصير تتحرك لتحت لفوق. نادت هيك هلا نشوف هيك كيف صار. طب هلا ليش انه ما اشتغل ابدا الشاشه؟ هلا من فوق خط طحين. ايه هذا الشيء معقول يكون على الاعلاتي كله، معقول يكون برنامج كثير وكذا، هذا حتعطي فيه تضرب شاشة يعني. بس هلا فينا الواحد يشتغل عليه كثير بداية ايش بارك لوحدين. ايه بس اما انه اذا بيمشي الحال فينا نشتغل. مجاني ده اكثر لاني مثلا انه شو السبب؟ هلا ممكن يكون الاكل شنطة يا طبعا ولا ما بظن. لا 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 طبعا فعلا بارك. لا تشوف هيك كيف صارت. تمام طيب هلا مثلا رح نحرك هاي فينا نحرك الحرف لحاله. هلا شو رح نساوي نحن؟ رح نخلي هي تجي من على اليسار وبعدين الاطار يجي لحاله، او يصغر هو ويكبر هو عم بدور، بعدين الحروف كمان تجي من على اليسار واليمين او تكبر. فينا هلا ربطناهم هلا هي حطيناها هون. هلا نحن ربطناهم بيتحركوا، كل ما تحرك هي بيتحركوا معها، بس اما اذا حركنا وحده منهم ما راح يتاثر نهديه. اها هن بيتاثروا فيها بس هي ما بتاثر فيها. تمام ايه هلا رح ناخذ كمان هي الكلمه. رح نختار الشعار شو اسمه اللاير النهدي، نكبس بي بوزيشن، نكبس على البي بوزيشن مثل ما عندنا
نجلس على الساعة بنحرك شوي لقدام هل ما انتهت كلمة الأولى؟ هلا من هون محل ما انتهت الكلمة الأولى بنكبس على اللاير النهدي بنكبس بي بوزيشن بنكبس على الساعة بنحرك لقدام الكي فريم وهلا بنحرك على اليسار خلينا نشوف كيف صار إذا لقيناها بطيئة كمان فينا نسرع أكثر هاي فينا نعمل لها ارتجاج بسيط هلا بنحركها شوي على اليمين بعدين شوي على اليسار بعدين ترجع لمكانها نشوف كيف هلا هيك ارتجاج بسيط بناخذ كمان موشن بتصير حركة اسلس بكثير يعني اجمع ايه تمام عشان هيك يعني هي معقدة يعني الموضوع اذا بس من خلال هيك دورة بتقدروا انه بس حالكم لهدي هيك يعني بيكون شيء ممتاز انه في عالم بضل مثلا تدرس جامعة سنتين ثلاث سنين حتى توصل لهيك شيء الموشن هيك طبعا هدول يعني هي مادة تدريبية بالجامعة ما يتجوز مرحلة اللي بتكون الأبلة خاتمة أجوادي انه هي أساسية لا تنقل كل تراك كي فريم هلا اذا هلا هدول كي فريمات اذا انا عملت حركت كل شيء وخلصت كي فريمات ولقيت المكان تبعيته مو مناسب مثلا هي هون انا بدي احطها هون بالاساس يعني نشوف كيف طب اذا حطيتها هون شو راح يصير هيك اذا بس هيك كمان شوف كيف يصير هيك خطا شو راح نساوي؟ نختار كل الكي فريمات ونطبع على حي الله وحده منهم يعني التاثير راح يطبع على الكي فريم راح يطبع على كل الكي فريمات نعمل هيك ونلاحظ صار تحرك كلياتهم سوا شوف كيف تمام مشان اذا خربطنا يعني هي نص ساعه ما ضروري هلا راح نحرك حرف الاي وحرف الاي لحال لا رح نحرك الحرف ال A لحال وحرف ال E لحال تمام لا لا سويا هلا يعني ما ناخذ عليه هون عشان ما ضل كثير وقت ساعة ونص هدول الحرف ال A وحرف ال E رح نحرك كل واحد لحال خلينا ندور سكيل بنبعد الكي فريم لقدام وبنساوي السكيل هون بداية صفر تمام كمان الاي السكيل نكبس ساعة من قدم لقدام بنساوي من هون صفر بداية بنشوف فينا كمان مثل الارتجاج نكبر السكيل ونصغره نكبر السكيل ونصغره بنشوف كيف 215 200 شوف كيف هلا هيك ما كثير مبينة هيك مكتوب بدنا نكبر القيمة بس شوف كيف لما تفكر كيف صار
في ارتجال بسيط. هلا يعني هدول اذا نساوي كيف كيف فريم لحال بتطلع شكل اداء. وفينا نخلي هاي الاي مثلا تدور وهي عم تكبر، نكبس على الار روتيشن ومنزح كيف فريم لقدام، نمسح كي فريم لقدام لو نغير التدويره شوي. تمام، فينا نعمل مع هي نفس الشيء كمان من هون. خاصه عم نحرك الكي فريم شوي لقدام ونغير التدوير. فينا نساوي الاي بعد الاي كي بس من الشيء تبعت الاي نقدمه على اليمين صار يصير بعدها. خلصنا هون هالهدف. هلا كمان في عنا شغلة، إذا بدنا نخلي النص كان عنا خلفية. هلا نجيبها نجيب شي صورة. هلا نشوف صورة، إذا كان عنا صورة أو فيديو وكان عنا نص رح نكتب فيها نص. رح نفتح هذا النص، رح نكبر النص بس مش عم نشرح. هلا انا بدي النص مش عم بيطلع ورا بالفيديو، يطلع بقلب النص. شوف شو قصدي. النص تمام. صار النص شفاف. تمام، هلا كل شيء بالخلفيه بالفيديو صار يطلع بالنص. رح اخفي هون الفيديو بس مشان يبين لك عم بحكي. تمام، احيانا بوصل للقلب عادي. هلا هون عندنا هذا النص ماشي. هذا النص بدي انا كل شيء بقلب الفيديو يبين بقلب النص، ما يبين شيء غيره. نكبس على هاي التوبل سويتش تطلعنا هاي القائمه. نكبس على الشيء اللي بدنا اياه يتضمن بقلب النص، نكبس عليه. بنلاقي هون النون هاي مغيره بنساويها الفا مي تك. صار كل شيء بقلب الفيديو يبين بقلب النص بس. هلا يمكن يكون عندك هي هيك كامله من اللي هي بالنص اسمها فراكمي هي القائمه لك هون. واذا ما كانت موجوده بيكون بدك تكبس هي الكبسه بينه. تمام، بنكبس على هاي بنكبس هيك. وكمان في عندنا طريقه ثانيه، بنكبس عليها وبنكبس هيك بقوم النص بصير مفرغ، يعني الفيديو صار مفرغ على شكل الكلمه هي. تمام، مو لون اصوات، هي مفرغ النص منها. ونفس هي تبعت الفقاعات، هي هيك تبعت الفقاعات معموله. هلا هي الفيديو عم ببين هون بقلب الكلمه. تمام، هي طريقه فينا نستخدمها لكثير شغلات مشكله معينه. هلا اذا شغلت انا رح كبر التكست مشان نشوفه اكثر. تمام، هيك كبرت النص انا. شوف كيف الفيديو عم يتحرك، الفيديو عم يتحرك بقلب النص، يعني النص كانه هو الشاشه. تمام، هلا الشيخان حط على روبو بيمشي الحال. اذا نحط خلفيه ثانيه او شيء عم بيلمع كذا بيتحمل الخلفيه من على اليوتيوب بتقدر تعمل هيك فيها. واذا بدنا هلا نساوي النص هذا كلمه لحال تتحرك مثل ما قلنا، نستخدم هاي الماسك نقص هيك هذا الحب لحال. الكلمة نفسها بدي قصها تمام مشان اصير اتحكم بكل حرف لحال، اعمل له دوبليكيت وبغير الماسك او ارجع بكتب حرف جديد حسب الطريقة اللي بدي اياها. المهم يكون كل حرف لحال اقدر اتحكم فيهم، وهذا الشيء طبعا بياخذ وقت بس حسب ما نحن بدنا. تمام، هلا نشوف كيف صار فيني احرك هيك شلون. هلا كلمات بيجوا رح نشوف مثل انه شوف كيف مثل الاحرف يعني عشوائيه، مثل يومين او عشوائيه او يومين بصير المطر.
هلا انا هذول فيني اشتغلون سوا، بختارهم كلياتهم مثل ما قلنا بالعاده، بعملهم هيك البيل بوزيشن، بكبس على الساعه حركة لقدام سوا شايفين كمان هي معه، بحرك الكي فريمات شوي لقدام ومن هون هون برفع نشوف هلا كيف هيك صار يتحركوا كلهم سوا صح؟ شو رح نساوي نحن؟ ايوه صح، بس رح نسبقهم نساوي مثل شكل سلم فيهم سبقناهم عن بعض، صار وحده قبل الثانيه هلا بنشوف كيف صارت هيك بس حسب ما نحن مشارينا هلا بنشوف كيف تمام ونعمل لهم كمان ارتجاج بيصيروا يعني سلسين اكثر يعني هي الموشن جرافيك هي اساس النصوص يعني الموشن جرافيك ناخذ شكل مصدر ارتجاج نرجع لكل كيف تمام عرفنا كيف هلا يعني فينا نستخدم كثير شغلات نحن بدنا اياها هذيك يعني اعطوني جامده شوي هيك طب كمان اذا عملنا له ارتجاج طلع اجمل كمان رح نساويها كلمة عربية ما بتفرق يعني بس هي نفسها هي الكلمة خليها تبين نساويها لهي كمان بعمل ماسك بقص كل حرف لحال تمام بعمل له دوبليكيت وبرجع بقص كمان بعمل له دوبليكيت وبرجع بقص بعمل جزء بقص صار فيني اتحكم بكل حرف حرف تعمل له كنترول بعد ما خلص منه مشان يعني او فيني نفس الكلمه بس مشان سرعه بغير الماسك بس مشان سرعه الماسك الثابته ايوه تمام بعمل له كنترول دي ايه تمام هلا بشوف كيف صار فيني احرك الله يستر ما اشوفك منامك وامك هلا بشوف هيك تمام فينا نحن نستعيد عن هاي الشغلات اسهل او يعني اذا حابين ندرب على هاي نعمل هيك نشوف هلا هيك صارت تتحرك كل حرف لحال كمان بنسرع وبنعمل ارتجاج يعني الحركة اسهل كثير بس يعني مو هيك طبعا مثل هاي بتصير بتصير مثل هاي الفيديو اه ننسخه ونعمل له لصق ما فينا نعمل هيك لا لانه بدنا نتحكم بكل حرف لحال يعني لو عربي موصول اما لو انجليزي بنبدل الحروف بنغير كل حرف لحال بس هيك هي الطريقه هلا هي خلص وقت هلا حاليا هلا نرجع نعمل هلا نحن نقدر نحذف الكلمات الورقة يعني نصيح يعني ناخذ لون ونقدر هون بعد ما تمت هي بعد ما طلعت هي الكلمة Thank you.
هلا رح ناخذ كلمه اللي بدنا نغير لونها نعملها دوبليكيت كنترول دي فينا نقص مشان انه اذا كانت كامله ما تتكرر ما تطلع الكلمه مثل ما هي رح نقص الشقه الزايده محل ما بناها تغير لونها نخلي من هون نخليها بس مشان يكون شغل ادق نحذف السابق هلا هون رح نختار هذا اللون هذا احمر او فينا نختار نفس الوان هذا الطرفين رح نختار الزهر الفاتح كمان نعمل له كنترول دي هلا هيك تمام بلش هون هلا هي نجيب اداة الماسك هي نفسها ونشتغل على البين تول اذا بدنا اياها تكون بشكل عادي نشتغل هيك على هي الاداة الماسك بتطلع حلوة بس فينا نشتغل على البين تول بتطلع مثل ما شفنا بالفيديو ما بتغير اللون من هون رح ناخذ أداة البين تول لحتى نقص ماسك هاي أداة البين تول هاي ماسك نقص ماسك يعني عشوائي بعدين نروح نكبس ام اسبق هاي الكلمة نفسها بدنا نغير لونها احنا حطينا لون جديد لحتى نخليها تمشي شوي شوي نكبس على البين تول من قص ماسك بعدين نكبس على الام ماسك بقى نكبس على الساعة تمام هلا بنكبر شوي مشان نشوف هون رح نمشي كل في فريمين بنكبر هاي الماسك شوي بنكبر هذا الماسك بنكبره تمام بنشوف كيف هلا هيك صارت عم نحرك الماسك كل كم كي فريم يعني التحكم رح ياخذ وقت معنا هلا انا عم بحاول اشتغل بهذا مو بالبنتو عم اشتغل بالماسك ايه بيمشي الحال هلا بس خلينا نشوف هيك تمام رح نكفي هلا نتابع هيك تاخذ كثير وقت معنا بس اذا بدنا نشتغل هيك مثلا احنا مشتغلين بسكريبت بس ما عندي اياه نحن فينا نختار نفس التدرج هلا هيك كيف صار تتحرك بعد هيك شوي معناته مشان تصير حركة هاي بدنا نطلع نحركها كل فريم لحال نتابع فيها ولا شو؟ بدها تاخذ وقت معنا على الخط لا بعد ما عملناها لهي عملناها هلا ماشي بنكبس كنترول دي عليها بس نغير لون تمام نحط اللون المهدي مثل تبعت الافريقيا نشوف هلا هيك كيف صار هيك بضل تغير اللون نعملها كنترول دي بعد ما غيرنا اللون تبعت هاي نكبس كنترول دي نغير الالوان يعني مشان ما نكرر الشغل نفسه بعد ما اشتغلنا هدول بنكرر الماس تمام هلا كمان في شغله طريقه هلا هدول الطبقات كلياتهم تبعوا الاثر افكت بدي اتحكم فيهم على اساس انه طبقه وحده بختارهم كلياتهم بكبس كبسه اليمين بكبس بري كومبوز هلا صار في نسميها اثر افكت هلا صارت طبقه وحده
هي كأنها صورة صارت. كمان بضل الشغل مطبق مثل ما هو، بضل تأثيره مطبق بس مشان خفف العدد الليرات إذا كان كثير ضروري. هلا كمان هن المشروعات هيك بيسوون عشان وقت التعديل بيشتغل عليهم اسهل. رح كمان نختار هدول النصوص نكتب عليهم نكتب سكريبت اليمين بريكومبوز نكتب نصوص. هلا هيك صاروا كلياتهم موجودين نفس التأثير نفس الشيء بس انه خف عددهم. هون كمان هدول الاثنين بس عليهم سكريبت اليمين بريكومبوز 130. هلا هون مثلا موسيقى. وهلا انا كمان اذا كان عندي كثير ليرات ودي اخفيهم بدون ما انه ينخفوا بس ينخفوا من هون بكبس عليهم من هون بدي اخفيهم بكبس هيك وبكبس على هيك هيك اختفوا. هن موجودين بس من هون عشان ما يضايقوني بالشغل اختفوا. هون نرجع معيدها بس عليهم من هون هاي الكبس الهاي بختار بدي احسن يعني اخفيهم بعدين برجع بس من فوق هاي تمام. هيك ما طلع عندي غير هاي كمان هاي فيني اخفيها مجرد ما اكبس عليها بتنخطر. هلا هاي صار لا اذا بدي احول هذا النص ل 3D يصير يدور اذا بدي اياه يدور مو بس هيك يمين يسار بدي اياه يدور بشكل ثلاثي الابعاد انه نكبس على المكعب هذا ونصير ندور من هون نشوف كيف صار يدور تمام. هذا النص اذا بدي يساوي 3D بكبس على المكعب اللي جنبه بكبس هاد روتيشن صار فيني اتحكم بعدة يعني دورات مو بس مثل ما كانت من قبل تمام.